بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس القراءة لمادة اللغة العربية بعنوان قدرة الله الجزء الثاني للصف الثالث الابتدائي، فأهلا ومرحبا بكم. بداية أحبائي، دعونا نتعرف على أهداف درسنا. يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن أولا يقرأ القصيدة قراءة جهرية معبرة، ثانياً يفسر المفردات الجديدة تفسيراً صحيحاً، وثالثاً يستنتج الأفكار الرئيسة والتفاصيل بصورة صحيحة. نستذكر معاً أحبائي عنوان درسنا، إنه قدرة الله للشاعر معروف الرصافي. والآن عزيزي الطالب، أريد منك أن تفتح الكتاب صفحة 113 وأن تقوم بقراءة هذه الأبيات قراءة صحيحة بنفسك، اتفقنا؟ والآن أحبائي سنقرأ معا مجموعة من الكلمات، هيا سنقرأ ونركز على نطق الحرف الملون. الشمس، الشمس، ما نوع أل التعريف في كلمة الشمس؟ أحسنتم، إنها أل التعريف الشمسية، ولاحظ أن الحرف الذي بعدها يأتي مشددا، هيا نلفظ معا. الشمس، أحسنتم، هيا معي. مستعرة، مستعرة، لاحظ أحبائي التاء المربوطة عند الوقوف عليها لفظت هاء، مستعرة، أحسنتم. وأيضا منهمرة، منهمرة، أيضا التاء المربوطة هنا عند الوقوف عليها لفظت هاء، منهمرة، حسنا. مقتدرة، مقتدرة، ما هذا الحرف أحبائي الملون بالأحمر؟ إنه أحسنتم حرف القاف، مقتدرة، بارك الله فيكم. والآن عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى أبيات جديدة من القصيدة، افتح الكتاب صفحة 113 لنقرأ معا. حسنا. قدرة الله، انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. والآن عزيزي الطالب، أريد منك أن توقف مشاهدة الفيديو ثم تقرأ القصيدة كاملة حتى تتمكن من الإجابة عن هذا السؤال في صفحة 117، اتفقنا؟ حسناً، دعونا الآن نتأكد من الإجابات. أنا متأكدة أنكم أجبتم بطريقة صحيحة. يقول السؤال: أي العبارات الآتية تعبر عن الموضوع العام للقصيدة؟ هل هي الأشجار تعطينا الثمار اللذيذة؟ التأمل في الكون للتعرف على الخالق؟ في الشمس نور ساطع وحرارة شديدة؟ الدعوة للمحافظة على الطبيعة الجميلة؟ أي من هذه العبارات تعبر عن الموضوع العام للقصيدة؟ أحسنتم، إنها التأمل في الكون للتعرف على الخالق، بارك الله فيكم. هيا بنا أحبائي لنفسر المفردات، هيا معي. انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة. حسناً، في الأبيات السابقة طلب منا الشاعر أن ننظر ونتأمل في خلق الشجرة، والآن يطلب منا أن ننظر إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى الشمس، إلى الشمس، ولكن ماذا قال الشاعر عن الشمس؟ ما بها الشمس؟ أحسنتم، جذوتها مستعرة، ولكن ما معنى جذوتها؟ ما معنى جذوتها؟ أحسنتم، جمرتها. انظروا أحبائي كيف تبدو الشمس وكأنها قطعة من النار مشتعلة ملتهبة. إذن ما معنى مستعرة؟ ما معنى مستعرة؟ أحسنتم، مستعرة تعني مشتعلة. سبحان الله،
كيف خلق الشمس وكأنها قطعة من النار مشتعلة ملتهبة ولكن لها فوائد عظيمة، تحدثنا عنها في درس حوار بين الشمس وأشعتها، هل تذكرون؟ فالشمس تعطينا الضياء وتعطينا الحرارة والدفء. حسناً، وعلينا أن نتأمل ونسأل، من ذا الذي أوجدها؟ من الذي خلقك أيتها الشمس؟ سبحانه وتعالى، الله خلقها وجعلها في الجو مثل الشررة، تعطينا الدفء والضوء والحرارة. حسناً أحبائي، نكمل تفسير المفردات لهذين البيتين. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. قلنا سابقاً أحبائي أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وعلينا أن نشكره ونحمده دائماً على نعمه. إذن ما معنى أنعمه منهمرة؟ ما معنى منهمرة؟ أحسنتم، منهمرة تعني كثيرة، فنعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى. حسناً، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. في هذا البيت يذكر الشاعر صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، ألا وهي أن الله قادر على كل شيء ويعلم كل شيء وهو عظيم سبحانه وتعالى. ما معنى قدرة مقتدرة إذن؟ ما معنى قدرة مقتدرة؟ أحسنتم، صاحب القدرة العظيمة، فالله قادر على كل شيء. دعونا الآن أحبائي نتعرف على الفكرة الرئيسة للأبيات. حسناً، الفكرة الرئيسة لهذه الأبيات هي دعوة الشاعر إلى التأمل في خلق الشمس. وكيف دعانا الشاعر إلى التأمل في خلق الشمس؟ حسناً، حين قال انظر إلى الشمس، طلب منا أن ننظر إلى الشمس وأن نتأمل ونتفكر في هذه الشمس الجميلة كيف تعطينا الضوء والحرارة والدفء. وطلب منا الشاعر أيضا أن نسأل، من الذي خلق الشمس وجعلها في الجو ملتهبة مشتعلة لتعطينا الضوء والحرارة والدفء؟ أما الفكرة الرئيسة لهذين البيتين فهي حكمة الله وقدرته العظيمة في خلق الكون. فكما قلنا، الله سبحانه وتعالى حكيم وقادر على كل شيء وعظيم وعليم بكل شيء. والآن عزيزي الطالب سوف تفتح كتابك المدرسي صفحة رقم 116، اتفقنا؟ وستجيب عن هذا السؤال بنفسك، أنا متأكدة أنكم ستجيبون عنه إجابات صحيحة، اتفقنا؟ حسناً أحبائي، سنفتح الكتاب صفحة 117 لنجيب عن هذا السؤال، هيا نقرأ معاً. أختار الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: البيت الذي ذكر فيه الشاعر صفات الله تعالى، السادس، السابع، الثامن، العاشر. أحسنتم، هو البيت العاشر، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. أحسنتم. حسناً، سنجيب عن السؤال الثالث: ما فوائد الشمس للكائنات الحية؟ ما فوائد الشمس للكائنات الحية؟ أحسنتم، تعطينا الضوء والدفء، فكما قال الشاعر في البيت السابع، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. بارك الله فيكم. والآن سنجيب عن هذا السؤال صفحة 118، أكتب من القصيدة الأبيات التي يوافق معناها ما يأتي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم. ما البيت الشعري أحبائي الذي يوافق معناه مع هذه الآية؟ أحسنتم، قول الشاعر: ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرا. حسناً، سأترك لكم هذا السؤال لتجيبوا عنه بأنفسكم، اتفقنا؟ ونتذكر أحبائي ما درسناه لهذا اليوم: دعوة الشاعر إلى التأمل في خلق الشمس، وكذلك
قدرة الله العظيمة في خلق الكون. بارك الله فيكم، نلتقي معكم إن شاء الله في الحصة القادمة مع الجزء الثالث من درس قدرة الله. على الخير، نلقاكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.